هو كامل الوزير وزير النقل والصناعة هيقدر يحقق المعجزة ويعمل اللي محدش قدر يعمله قبل كده في تاريخ مصر، وينهي بإنجاز واحد أزمة الدولار للأبد ويخلي مصر دولة صناعية كبرى؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، خليكم معانا. بانكير، نبض البنوك. كل التجارب الاقتصادية اتفقت ان قوة اي اقتصاد لاي دولة مرهون بحاجتين، اولها التنوع الاقتصادي في الموارد، والتاني حجم الصناعة اللي عند البلد دي اللي بتحول التنوع ده لمنتج نهائي يعظم ايراداته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما الدولة كان عندها تنوع في مواردها الاقتصادية من زراعة وتعدين ومعادن وبترول وغاز وطرق تجارية، وكل ما الدولة تحولها لصناعة كاملة من غير ما يتم تصديرها كخام، كل ما الدولة دي هتنهض من غير اي نقاش. والإنتاج والصناعة والتصدير هو مفتاح تقدم أي دولة والدرع اللي بيحميها من أي أزمات مالية. وسبب أزمات مصر في الدولار إنها دولة مش بتصنع ولا بتصدر بالشكل اللي يليق بمكانتها وسكانها وموقعها الاستراتيجي، وكل اللي بتصدره دلوقتي 35 مليار دولار غير المواد البترولية مقابل فاتورة استيراد ما بين 80 و 100 مليار دولار، وده سبب فجوة كبيرة في العملة الصعبة. ورغم إن مصر بدأت تخطو الخطوات الأولى في توطين الصناعة بشكل حقيقي، ولكن لسه في أزمات كتير في ملف الصناعة زي المصانع المتوقفة وعدم وجود استثمارات صناعية ضخمة تعمل ثورة صناعية زي اللي نهضت بيها أوروبا قبل كده. وعشان تعرف قد إيه الصناعة والتصدير بيفرقوا في الدول بالأرقام، عندنا ألمانيا على سبيل المثال صدرت منتجات إلى العالم بحوالي 1576 مليار يورو في سنة 2022. متخيل الرقم؟ وبعيدا عن ألمانيا، خلينا في تركيا الدولة القريبة مننا واللي بتشبه أو كانت بتشبه الحالة المصرية الاقتصادية والسكانية. تركيا صدرت ما قيمته 255.81 مليار دولار في 2023، والرقم ده لو في مصر ما كانش زماننا في أزمة دولار ولا الأسعار زادت بالشكل ده لأننا بنستورد أغلب السلع. طب ايه الجديد وايه سبب كلامنا عن الصناعة النهاردة؟ في اوقات كتير بتكون الملفات الاقتصادية متوقفة على طريقة القيادة والتفكير خارج الصندوق وابتكار حلول جديدة ورغبة قوية في التغيير، وده اللي عمله الوزير كامل الوزير في ملف النقل والطرق والمحاور والموانئ ووسائل النقل، واللي بقت حديث العالم ووصلت للرقم 18 في التصنيف العالمي. وده الفكر اللي بيستعد كامل الوزير انه يحققه في الصناعة وينطلق بيها بجد المرة دي عشان يحقق 300 مليار دولار صادرات صناعية، وده مش رقم صعب بكل إمكانيات مصر. وكامل الوزير بدأ فعلا وقال مفيش مكنة مصنع هتقف، والوقفة هتشتغل فورا، وهنبني قلاع صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. وعلى فكرة الوزير قدر فعلا انه يوطن صناعة وسائل النقل في مصر، ودلوقتي مفيش أتوبيس ولا ميني باص ولا مسمار ولا فلنكات بتيجي من بره، واللي عمل كده في النقل يقدر يعمل كده في الصناعة. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.